اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي والاهلي الليله. دايما عندنا فقرات حواريه مميزه جدا او فقرات حواريه مختلفه. النهارده معانا فقره مميزه ومختلفه، لان لما نيجي نتكلم على بعض المشاكل اللي بتدور في الوسط الرياضي الناتجه عن الاداره الرياضيه او قانون الرياضه الجديد، هل قانون الرياضه الجديد قانون حل كل المشاكل؟ هل كل الاختصاصات موجهه بالشكل الصح؟ ايه علاقه اللجنه الاولمبيه باداره بعض الامور؟ لان في حاله من اللغط في مركز التحكيم. عندنا دوره الاولمبياد الشباب في الارجنتين كمان شهر في استعدادات. عشان كده معايا ضيف مهم جدا مشرفني ومنورني في هذه الفقره المهمه، المهندس شريف العريان رئيس مجلس اداره الاتحاد الخماسي الحديث وسكرتير اللجنه الاولمبيه. منور باشمهندس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. حاله من اللغط احيانا ومناقشات حاده، ويبدو ان قانون الرياضه على الرغم من اننا سنين عشان يطلع هذا القانون بهذا الشكل وانه اضاف كتير جدا، لكن لسه في، هل في تدخل في الاختصاصات؟ هل القانون مكتمل ولا لسه محتاج بعض التلقيحات؟ الكلام ده لان الازمات كلها ما بتحصل مش عارفين نروح فين نيجي فين، في مركز تسويه وتحكيم، لا لسه في امور كتير احب اعرفها من حضرتك في البدايه كده، ابدا سخن شويه. تمام. طبعا هو قانون الرياضه ده يمكن من اعظم انجازات الوزاره تحديدا، ثم مجلس الشعب طبعا ولجنه الشباب والرياضه. احنا كنا ماشيين بقانون 77 لسنه 75، جرى عليه الزمن في جميع بنوده الحقيقه، وكان لابد من التغيير. الرياضه المصريه كانت معرضه بالايقاف الدولي في كل الالعاب بما فيها كره القدم عشان الناس تبقى عارفه، من 2008 وانت طالع. اللجنه الاولمبيه الدوليه فاض بيها الكيل من كم الاستثناءات اللي اعطتها لمصر. طب استنى، مش 6 اشهر، طب ادونا سنه، طب ادونا سنتين، طب اصل عندنا ظروف، اصل كذا كذا كذا، لما الناس جابت اخرها. احنا حاولنا نوصل ده للمسؤولين هنا، كان في ناس بتتفهم شويه وتحاول تتجاوب بس ما عرفتش تعمل حاجه في فترتها قصيره. الحقيقه المهندس خالد عبد العزيز يعني في فتره ولايته او رئاسته لشباب الرياضه في مصر قدر ان هو يطلع قانون للنور. هنقول فيه اختلافات ممكن وجهات نظر مختلفه، طبعا ده اكيد اي قانون جديد هيجي ممكن نختلف فيه. بالتطبيق الفعلي احنا عارفين ان بالتطبيق الفعلي هنلاقي مشاكل، هنلاقي حاجات محتاجه تتظبط. قانون ما هوش قران، القانون ده حاجه من خلق البشر، تمام؟ من وجهه نظرنا اجتهدنا جميعا، خلاص كل القائمين على القانون اجتهدوا، وصلنا لصيغه معينه. الصيغه دي على فكره فيها توافق في الوسط الرياضي بنسبه لا تقل عن 95% في اي حال من الاحوال. بالنسبه عليك 95% بقول لحضرتك، انما في 5% فيهم اختلاف، فيهم مع التطبيق الفعلي حاجات محتاجه تعديل، طبعا في حاجات محتاجه تعديل، في حاجات اتنست، مش عايز اقول يعني اتنست بالذات في مركز تسويه والتحكيم الرياضي مع التطبيق الفعلي، لان في حاجه ازاي مجلس المركز مثلا ما عندوش انه يطلع صيغه تنفيذيه، تمام؟ في مشاكل، في مشاكل، انما مشاكل غير مقصوده، الناس كلها اجتهدت وفي طريقها للحل، وفي طريقها للحل طبعا. فده اللي انا بقوله، دايما هيبقى فيه حاجات، وفي الاخر ده قانون، ده قانون ممكن نعدل فيه كل شهرين لو عايزين، مفيش اي مشكله خالص ما دام للصالح العام. احنا جاهزين، احنا جاهزين، ومجلس الشعب جاهز، والوزاره موجوده، وكل حاجه ليها اختصاصاتها في القانون. انما قانون انا شايفه يعني بنسبه كبيره جدا قانون محترم جدا، مدي عبء كبير قوي على اللجنه الاولمبيه المصريه. هقول عبء كبير لان اللجنه الاولمبيه المصريه كانت مهمشه فتره طويله جدا. الجزء الفني بقى منوط جدا بالاتحادات واللجنه الاولمبيه، لازم بقى يشتغلوا ويعملوا شغلهم. يمكن القانون ده هيكشف ناس كتير، يكشف ناس كتير، بمعنى مش بمعنى واحد، بمعنى ان هو انت لو ما اجتهدتش وبذلت مجهود لان الكره بقت في ملعبك، تمام، هتتكشف قدام جمعيتك العموميه، هتتكشف قدام الجمعيه العموميه، هتفشل، تمام، فلازم تكون ناجح. انما لو انت جاي عشان تقعد على كرسي وتقعد ريح خلاص، لا هتفشل فشل ذريع الحقيقه. فبالعكس هو قانون كويس جدا. العمل في الفتره اللي جايه يمكن هو ريح وزاره الشباب والرياضه في اختصاصات كتير جدا. حته التريح بقى اللي حضرتك بتقولها دي بتقال بشكل اخر، اتفضل، ان سلبت يعني مهام وزاره الشباب والرياضه او قدرتها، وتم دعم اللجنه الاولمبيه
ده بره بيتعمل بيه، ويمكن ده بره اللي جاله الاولمبيه شغاله بهذا الشكل. هل احنا لسه مش متواجدين مع الشكل الاحترافي ده، ولا عندنا ازمات خاصه، ولا يحصل تعديل تاني لصالح بعض؟ بيتكلم ان وزاره الشباب والرياضه عايزه برضو بعض التعديلات عشان يكون ليها دور، ولا الدور مشترك بينكم؟ تمام، هو خلينا بس نوضح حاجه واضحه جدا. اللجنه الاولمبيه منوطه بالجزء الفني، تمام، الجزء الفني، والاتحادات منوطين بالجزء الفني. ما ينفعش، ولا كان فيه على فكره في السابق الوزاره ما كانتش مش مفروض انها تتدخل في الجزء الفني تحت اي مسمى. الجزء الرقابي والجزء المالي هو خاص بالوزاره، من حقها الرقابه خلاص. واحنا عندنا على فكره كذا كذا جهه رقابه، رقابه المعيه في الوزاره، الجهاز المركزي للمحاسبات، يعني في كذا كذا جهه، وده حقهم، يعني في شفافيه تامه الحقيقه في القصه دي. الجزء اللي هو بقى خاص بان اللجنه الاولمبيه انا هقول نجحت تمام مع الوزاره، مشاركه تماما مع الوزاره ومع الدوله في انها، تخيل حضرتك ان الاتحادات المصريه والانديه المصريه ما كانش عندها لوائح، كانوا ماشيين بورقه، يعني لو حضرتك لو قريتها لك هتضحك الحقيقه خلاص. فاحنا ارغمنا جميع انديه مصر وجميع مراكز الشباب وجميع الاتحادات ان هم يحطوا لوائحهم، يحط لائحه واضحه وصريحه، وادينا له كمان الحق، تمام، وادينا لهم الحق. انت هتحط لائحتك وهترجع لجمعيتك العموميه وحط اللي انت عايزه بما لا يخالف القانون، القانون المصري، تمام، والمعايير الدوليه والميثاق الاولمبي. مفيش اي حاجه عيب في الكلام ده على الاطلاق، ده الكلام ده الكلام ده مكتوب في الدستور المصري حضرتك، خلاص، في الماده 81، فالكلام واضح وصريح. كنا عارفين بقى كمان ان بعض الانديه والاتحادات، عشان دي حاجه جديده، ممكن ما يلحقوش، ممكن ما يعملش جمعيه، طب هيعمل ازاي بقى انتخابات وهيعمل الكلام ده كله؟ فجهزنا لائحه استرشاديه. اللائحه الاسترشاديه دي غير ملزمه خلاص، غير لو انت ما قدرتش تجمع النصاب القانوني لجمعيتك العموميه، فهتمشي باللائحه دي الى ان تعمل انتخاباتك وتعمل كل حاجه، وبعد كده اعمل في اي وقت جمعيه عموميه غير عاديه وغير فيها خلاص للافضل، للي انت شايفه، اللي بيعمله النادي الاهلي حاليا، تمام، ان هو بيغير، ما كانش عنده فرصه، يمكن كان ارتكب خطا اختلفنا فيه وفصل فيه القضاء ان احنا كنا صح، تمام. النادي الاهلي التزم، ما فيش اي مشكله خالص، اقام انتخاباته على اللائحه الاسترشاديه، وحاليا عنده يعني ناس قيمه وقامه بيحطوا دلوقتي اللائحه الجديده اللي النادي الاهلي نفسه يمشي عليها، مفيش اي مشكله خالص، وهيقيم جمعيته العموميه غير العاديه، ولو اعضائه اقروا هذه اللائحه هننشرها له في الجريده الرسميه وهنقرها له، ويعني تبقى نموذج لجميع الانديه، مفيش اي مشكله خالص. اكيد من كلام حضرتك شايف انه لم يتم تقليص لدور وزاره الشباب والرياضه، بل بالعكس ان الدور الفني اللي كان المفروض يكون منوط للجنه الاولمبيه والاتحادات عند اللجنه الاولمبيه والاتحادات. الوضع وبعض المشاكل، وحضرتك ما اكثر المشاكل الرياضيه الفتره اللي فاتت، حته برضو الانتخابات حصل فيها مشاكل كتير، لان طبعا لسه القانون جديد ولسه حته تبادل الادوار لسه جديده، ولكن امتى ينتهي اللغط ده؟ وهل ممكن نشوف في الفتره الجايه تعديلات، وخاصه في قصه مركز التحكيم؟ طيب، هو الاول اللغط، المشاكل دايما هتبقى موجوده، بس لازم يكون في جهه عشان تحلها، تمام، خلاص. انما المشاكل احنا متوقع مع القانون الجديد انها تقل بنسبه كبيره جدا، وده فعلا حصل. لو بصينا على كم الاواضي اللي كانت شغاله قبل القانون الجديد ودلوقتي هنلاقيها اقل بكثير. او ده اول حاجه. تاني حاجه هنلاقيها ان الاواضي اللي بتطرح بتخلص في مده قصيره، يعني بدل ما كانت قضيه ممكن تقعد 3 4 سنين يكون مده مجلس خلصت ولسه القضيه شغاله ما تبتش فيها، لا دلوقتي في شهر 2 بيكون خلصانه تماما القضيه وطالع فيها حكم جاهز للتنفيذ. الاحكام كلها رغم ان ما فيش صيغه تنفيذيه، تمام، الاحكام كلها جميع 95% من الناس خلاص اللي طلع ليها احكام نفذت طواعي، يعني ما حدش لا اعترض ولا حاجه، ونفذ طواعي ايا كان ايا كان الحكم كان ايه. قال هنقول بقى ان في 5% قالوا لا مش هننفذ، مش عاجبنا الحكم، تمام، هم دول بقى اللي اظهروا العيب اللي موجود حضرتك اللي احنا بنعالجه دلوقتي خلاص مع مجلس الشعب. احنا بنقول يا جماعه في تعديل مطلوب خلاص، انكم تطلعوا تغيروا حاجه في القانون عشان يبقى نعرف ننفذ بالظبط، عشان يبقى في صيغه تنفيذيه. انما لازم الناس تفرز بحاجه مهمه قوي، مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري خلاص مش عايز اقول ايه، مش ملوش دعوه خالص باللجنه الاولمبيه المصريه. سؤال، يعني معظم الـ 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 المصادر او معظم اللي عندهم مشاكل يقول لك ازاي اللجنه الاولمبيه خصم وحكم،
ما هياش خصم محكم. دي بقى اللي عايزين نفسرها. هقول لحضرتك. لان ده اكتر من الجانب أكتر المشترك ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه ومركز التحكيم حاجتين. ان القانون اللي طلع فيه مكتوب فيه ايه؟ ان رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه يبقى رئيس مركز التسويه والتحكيم. كويس. من الجهه الاداريه يعني رئيس مجلس اداره ملوش اي دعوه به القواضي والتحكيم ومين هم المستشارين والكلام ده كله. ولكنها بين قوسين برضو شكليا مش كويسه. قولها زي ما يعني ممكن يعني لازم تتعدل برضه. مفيش مشكله. مفيش احنا مش ضد على فكره. احنا القانون طلع بيقول كده. تمام. فما لا يملك رئيس اللجنه او اللجنه انهم يخالفوا القانون. تمام. ادي واحد. لو اتغير القانون وحتى حاجه هنمشي عليها مفيش اي مشكله خالص. مفيش ما يمنع الحقيقه. تمام. الحته الثانيه ان المركز نفسه متواجد مقره فين؟ في اللجنه الاولمبيه المصريه واخد جناح كامل عندنا خلاص ايجار. بيدفع ايجار حضرتك يعني ولو حب يروح في حته ثانيه ده يريحنا. خلاص احنا حضرتك اللجنه الاولمبيه المصريه مقرها داخل هيئه استاد القاهره. تمام. طول عمرها فيها هدوء تام. حاليا احنا عاملين زي المحكمه. احنا في ايام بنيجي نخش اللجنه نلاقي كوردون امني معمول. ليه؟ اصل النهارده في احكام هتطلع فممكن الناس تعترض فتلاقي الامن قافل المنطقه. تمام. مفيش مشكله. خلاص. فهم موجودين عندنا يعني في مكان يسمح. في مكان يسمح. في مأجرين عندنا قوي. لو حبوا في اي وقت يروح حته ثانيه مفيش اي مشكله خالص برضو. يعني ما عندناش مشكله في الحته دي. طبعا قربه من عندنا ده بيسهل حاجات كتير. مبنى الاتحادات تعدي الشارع تلاقي الناحيه الثانيه جميع الاتحادات المصريه. فسهوله الاجراءات لو في حاجه في اللجنه. انما هديك مثال تاني. لو احنا لينا باور زي ما الناس بيقول كده خلاص على مركز التسويه والتحكيم ما كناش نخسر اكتر من 50% من القواضي خلاص اللي احنا طرف فيها. اللجنه الاولمبيه المصريه طرف فيه قواضي كتير جدا خلاص طلع احكام ضد اللجنه الاولمبيه المصريه خلاص نفذوا تنفيذ كلها. احنا مفيش حكم طلع في اللجنه الاولمبيه المصريه الا ما تنفذ. ابو رضا هي اكتر حكم الناس يعني تقول حصل حكم كذا نفذناه عشان كده يا جماعه هي دي الشفافيه. ايه الحكم اللي حضرتك شايفه؟ لا مش يعني هو في احكام كتير الحقيقه طلعت خلاص. لا بس في احكام عاديه. هي الاحكام اللي عليها لغط هي ايه حضرتك؟ خلاص ان 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 احكام في انتخابات زي مثلا كره الطايره زي كره السله. تمام. زي التنس. تمام. انا عندنا ناس لجأت للمحاكم العاديه وبعدت عن مركز التسويه. لجأت ليه المحاكم العاديه؟ لان ده من قصور اللي اتعمل في القانون اللي ما كانش فيه جزء بتاع في اللائحه جزء بتاع الاستئناف. يعني لو طلع حكم خلاص ما اقدرش استأنف. تمام. فاتعمل دايره للاستئناف وعبال ما اتنشرت في الجريده الرسميه وخد الموافقات المطلوبه فدلوقتي بقى في دايره استئناف. طب قبل ما يبقى في دايره استئناف كان الناس تعمل ايه؟ القانون قال ايه؟ القانون قال ترجع ليه؟ للمحكمه العاديه محكمه القاهره باين. خلاص اوكي. ففي بعض الاتحادات لما طلع حكم عليها راحت لهذه الجهه. كيس. اللي هو الباسكت وخد حكم. كيس. لما اتعمل الاستئناف خلاص وجم طلبوا استئناف خلاص في مركز التسويه طلع احكام قالوا احنا مش ما هو قبل صدور الدائره بتاعت الاستئناف ده بيرجع للمحكمه العاديه. احنا محترمين يعني قراره قبل وجود دائره قبل صدور دائره الاستئناف في مركز ماشي التسويه اوكي طبعا يتم اعتماده. طبعا ما فيش حاجه تخالف لا قانون ولا ميثاق اولمبي ولا اي حاجه في الكلام ده. ما بعد دائره الاستئناف ما اتعملت خلاص ما تطلعش بقى بره خلاص. حاول لو طلعت بره هيديك عدم اختصاص ويقول لك ارجع ليه مركز التسويه. خلاص. اذا اقدر اشوف من كلام حضرتك كده ان مركز التسويه اصبح دلوقتي مكتمل الاركان خلاص ولا في برضه بعض الامور فاضل فيه لسه اجزاء محتاجه تعديل موجوده في مجلس النواب. الحقيقه مش هقدر اتكلم فيها لان انا مش تمام. مش طرف في المركز الحقيقه. تمام. انما نتمنى انها تخلص بسرعه عشان الناس كلها ترتاح. انما بقول كلنا لازم نقف ورا مركز التسويه وننجحه الحقيقه عشان اول مره في اول مره بقى عندنا في مصر كورت اوف اربيتريشن للرياضه على طول. خلاص. فدي حاجه المهم حاجه كويسه المفروض كلنا نستثمرها ونقف مع يعني قد يكون في اخطاء. اللجنه الاولمبيه الدوليه زهقت مننا الفتره اللي فاتت من كتر المشاكل اللي كنا بنبعتها ورؤساء الاتحادات يبعتوا من هنا واللجنه الاولمبيه المصريه تبعت من هنا. وحتى بقى بعيدا عن اللجنه الاولمبيه الاتحاد الدولي تقريبا يعني كانوا قالوا المهندس هاني ابو ريده هو احنا ما عندناش غير مصر كل شويه مشاكل. فاكيد يعني لا ده حل جزء كبير. وعلى فكره الكورت اوف اربيتريشن في لوزان موجود زي ما هو. يعني ما عجبكش القرار هتروح المحكمه الدوليه. المحكمه الدوليه طلعت قرار ملزم. طيب مفيش مشكله. النقطه بقى هنا لازم اعدي على مركز التسويه
المصري الاول ولا انا اقدر اطلع لل حسب لائحتك. حسب لائحتك انت حطيت ايه في لائحتك؟ اللي انا حطيتها كاتحاد وكجمعيه عموميه بما لا يخالف القانون. كويس جدا. القانون قال. القانون قال بقى هنا ايه؟ يعني مش عايز برضو انا مش فاهم القانون. يعني القانون قال هنا روح لمركز التسويه الاول. تمام. القانون قال ان هو دلوقتي المشاكل الرياضيه بتحل في مركز التسويه. خلاص. فانت المفروض انك انت في لائحتك بتحط الكلام ده. انت حطيت بقى ان في لائحتك ان ده موقفه نهائي. خلاص ده موقفه نهائي. حطيت ان لسه في بعديها تقدر ترجع للكاس. حط انك تقدر ترجع للكاس. حط اللي انت عايزه في قانونك بما لا يخالف. والقانون قال لك الف ب تروح مركز التسويه والتحكيم بعدها ما عجبكش الحكم انت تشوف لائحتك هتعمل ايه بقى تستأنف معاهم ولا فكرة. يعني هديك مثال كده بالاتحادات. خلاص لو انا لو اللائحه عندنا واعتمدت من الجمعيه العموميه ومكتوب فيها ان لو انت عايز تعترض بتروح الاول ل مثلا هديك لائحه الخماسي الحديث بتروح الاول ل الدائره المنوطه خلاص او اللجنه المنوطه في الاتحاد ما خدتش حقك فيها خلاص من حقك تروح مركز التسويه ما خدتش حقك فيه تروح للاتحاد الدولي ما خدتش حقك تروح للكاس ادي ايه الاجزاء رائع. لو الاتحاد حط ان تروح للجنته ثم مركز التسويه وفول ستوب كده وده النهائي ايا كان القرار بتاعه هيبقى قرار نهائي خلاص ده ملزم على الجميع خد بالك انا احنا بندير منظومه الخماسي الحديث مثلا تمام انت كاتحاد كنادي دخلت في هذه المنظومه انت اوريدي عشان تخش عندي وتسجل نفسك انت اقريت بكده انت اقريت باحترام هذه اللائحه باللي مكتوب فيها يعني انت مش جاهل بالقانون انت عارف وانت داخل انك انت لو حصل مشكله خلاص فهي دي الجهات اللي انت هتمشي عليها مش هتقدر تروح لحاجه ثانيه انت بتقر بكده قد يكون مختلف في الكوره قد ما يكون مختلف ايا كان كل اتحاد لما احط الطريقه اللي انت شايفها هتبقى عادله وهتحل لك جميع مشاكلك احنا مش ضدها ابدا على الاطلاق متى تنتهي حاله اللغط في تقسيم الادوار والناس تبقى شايفه القانون بشكل كويس قوي ويبقى بعض الامور اللي انتم محتاجين تكملوها في مركز التسويه او في تعديلات القانون امتى نقدر نقول في توقيت زمن لده ولا ضروري الوقت ده ياخد قد ايه والله احنا على تواصل مع وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي الوزير الجديد وبنتمنى له كل التوفيق طبعا في الفتره القادمه واحنا دلوقتي فتحنا كل الملفات دي معاه وهو المفروض بيجتهد معانا ومع طبعا دكتور فرج رئيس نادي سموحه ورئيس فرج عامر تمام رئيس نادي الشباب والرياضه فاحنا كلنا منظومه واحده الحقيقه خلاص فاحنا دلوقتي بنجتهد معاهم ان احنا نخلص الحاجات دي في اسرع وقت ممكن تمام عشان وهتظهر مشاكل تانية على فكره يعني طيب. عمر ما الدنيا هتقف هتكلم مع حضرتك بصراحه اتفضل الان ما يتردد في الوسط الرياضي ان الدكتور اشرف صبحي يسترد بعض الامور ويحاول تعديل بعض الامور لعوده قدره وزاره الشباب والرياضه مره اخرى او قوتها مع اللجنه الاولمبيه وفيما فرط فيه المهندس خالد عبد العزيز ده اللي بيتقال زي ده إيه؟ يعني لا. حضرتك قول لي بوينت معين صلاحيات وزاره الشباب والرياضه في ايه؟ في ايه؟ قلت في ايه حضرتك؟ قلت في ايه بالظبط؟ يعني في الشكل اللي قلت فيه؟ قلت في ايه؟ لا ما انا اقول لحضرتك بقى لو قال انا اقول انا هقول لحضرتك اسهل على حضرتك قلت في ايه؟ قلت ان اعتماد الجامعات العموميه بدل ما كان بيجي من الوزاره بقى من اللجنه الاولمبيه. تمام؟ ال الجمعيه العموميه نفسها خلاص اوكي واجراءاتها بقى بتنظر عندنا بقى بتنظر عندنا بدل ما بتنظر في وزاره الشباب والرياضه خلاص هل دي صلاحيات يعني في قانون بيحكمها في الاخر فايه المشكله اللي فيها لا هي الف دي لجنه اولمبيه ولازم تبقى عند اللجنه الاولمبيه تمام احنا لا نملك الموظفين والهيكل الاداري خلاص اللي بينزل للانديه ويقوم بالاشراف على هذا الموضوع تمام يعني فاحنا بنستعين بمديريات الشباب والرياضه ما يتردد من ان المهندس خالد عبد العزيز سلب إرادة وزارة الشباب والرياضة وانتقلت للجنة الأولمبية ده كلام مش مظبوط بس أنا شايفه كلام مش مظبوط خالص على الإطلاق الحقيقة ده اللي أنا عايز أخده معاك هيبة الدولة موجودة إحنا والدولة واحد تمام إحنا جزء من الدولة هي أنا مع احترامي لحضرتك كلمة هيبة الدولة بقت مطاطة شوية بنستخدمها كتير الناس بقت تستخدمها للأسف كتير صح كلامك مظبوط صح ولا لأ لأن الدولة طول عمرها ليها هيبة طبعا وليها تواجد طبعا وفي الآخر طبعا. اللجنة الميثاق الأولمبي واللجنة الأولمبية المصرية أصلا بتدي لك التدخل في الأمور التي تلزم لك التدخل الميثاق الأولمبي بيلزمك إنك تتعاون مع الدولة ومع قانون الدولة خلاص وتمشي عليه غصب عنك احنا اللي اتاخرنا بقى في استحداث القانون ما كانش ينفع قانون 77 لسنه 75 نفضل ماشيين بيه
يعني 50 سنة. في بنود لما بتتقال مضحكة جدا صح. يعني حتى الاشتراكات وبعض الأمور. الاشتراكات بس البدلات حتى. يعني الولاد في المنتخبات بيضحكوا. لما يجي يسافر وتقول له انت ليك بدل سفر عم هتاخد 12 تلت بدل السفر يوازي مثلا $12 خلاص وربنا معاك يعني ده كده مبلغ عظيم هيجيب سندوتش مثلا ولا هيعمل بيه ايه بره في حاجات كتير يعني كله تحدي بقى في اللوائح الجديده وكل الامور كله تعدي يعني ان شاء الله اولمبياد الشباب الجايه في الارجنتين نشوف بقى فيها يعني كان لنا نتائج كبيره جدا للشباب الفتره اللي فاتت ماشيه بشكل كويس في صحوه في معظم الاتحادات في شباب كتيره جدا مبشره وان كان بعض الاتحادات عندها لعيبه بتشتكي ان هي ما بتروحش وبتظلم لكن اخد من حضرتك الاول الشكل العام استعدادنا لاولمبياد الشباب في الارجنتين الشكل العام احنا خلاص خلصت التصفيات لكل الاتحادات وخلاص وجالنا من اللجنه الاولمبيه الدوليه الشكل النهائي لبعثة مصر شكل النهائي لبعثة مصر هو ان تأهلت مصر ب 67 لاعب ولاعبه 29 ولد و 28 بنت في 23 لعبه اولمبيه من اصل 31 لعبه موجودين في اولمبيات الشباب ال 31 دول مصر في ثلاث العاب منهم مصر ما عندهاش اتحاد اساسا خلاص لان اولمبيات الشباب مختلفه شويه عن اولمبيات الكبار في ثلاث حاجات عندنا حاجه اسمها روك كلايمنج تسلق جبال مش موجود عندنا ما عندناش اتحاد حتى ليه عندنا حاجه اسمها رولر يعني رولر سكيتنج خلاص مش موجود عندنا وعندنا حاجه اسمها بريك دانسينج خلاص راس فعلا بطريقه البريك دانس مش موجود ليها الاتحاد فدي حاجه في الشباب احنا مش موجود فاحنا موجودين في 28 لعبه دخلنا التصفيات فيها كلها واجتهدنا ووصلنا في 23 لعبه مصر وصلت لاولمبياد الشباب وتاهلت عن القاري او عن طريق بطولات العالم وتاهيل الرانك العالمي تمام ال 23 اتحاد دول فيهم لعبه واحده جماعيه اللي هي كرة القدم للصالات. تمام؟ هي اللعبة الوحيدة، هم الألعاب الجماعية في اليوث أولمبيكس هي كرة القدم للصالات، الهوكي والهوكي لم يشترك في التصفيات، اليد الشاطئي دلوقتي اتغير، تمام؟ وبرضه لم يشترك في التصفية، والرجبي وهي لعبة جديدة في الأولمبياد، والرجبي لسه قدامنا شوية قبل ما نوصل إن إحنا نبقى أسياد أفريقيا حتى، إحنا ما بنكسبش أفريقيا، إحنا لسه يعني فكرة القدم كتر خيرهم دخلوا التصفيات فازوا الحمد لله، وهم اللي هيمثلوا أفريقيا. في اولمبيات الشباب القوام ده حضرتك بيدي لمصر بقى ليها كوتا كده معينه 30 مدرب كام اداري كام موظف كام كده فقوام بعثة مصر الكامله هتبقى حوالي 114 بني ادم هم اللي هيكونوا موجودين ممثلين لمصر في اولمبيات الشباب من اداريين ومدربين ولجنه طبيه والكلام ده كله فرص مصر ايه الحقيقه فرص مصر الحقيقه موجوده في بعض الالعاب انها توصل الاولمبيات وبعض الالعاب من الصعب العاب رقميه واضحه وصريحه من الصعب انك انت تنافس فيها انما انت وصلت كبطل في العاب عايز تعمل احتكاك للاعب بتاعك برضه تشوفه لا طبعا اللي وصل ده بطل بكل المقاييس الحقيقه تمام احنا متخيلين ايه؟ احنا متخيلين ان مصر قادره على انها متوقعين حوالي 10 ميداليات اولمبيه تمام قد يزيدوا اثنين يقلوا اثنين ده بظروف المباريات هناك انما هو ده في حدود الامكانيات المتاحه من اللعيبه اللي اتاهلت دي وفي ألعاب معينة إحنا رصدينها عارفين بالظبط مين هيلعب إيه فين هيقدر يعمل إيه. لو بصينا لورا أولمبيات الشباب دي أولمبيات الشباب الثالثة، أولمبيات الشباب الأولى كانت في سنغافورة، أولمبيات الشباب الثانية كانت في نانجينج في الصين 2014. حققنا فيها 11 ميدالية أولمبية عشان الناس برضه تبقى عارفة إيه اللي إحنا حققناه، 8 في الألعاب الفردية وثلاثة في الميكس ريلي أو الزوجي المختلط. حققنا فيه ثلاث ميداليات، الزوج المختلط ما بيحتسبش فيه الكاونت بتاع الميداليات بتاعت الدول، تنافس الدول مع بعضيها، الزوج المختلط لان الزوج المختلط في اليوث اولمبيك جيمز ممكن يبقى لعيب من مصر بيلعب مع لعيب من المجر هم الزوج المختلط في الرمايه مثلا. تمام؟ لان ليها كده قرعه وليها طريقه معينه فعشان كده بتحسب ميداليه بس مش في الترتيب بتاع الدول اللي بتنافس ضد بعضيها. يعني كلام مبشر ان 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 الفتره الجايه على فكره في طفره كويسه في بطوله البحر المتوسط الاخيره كانت في عندنا نتائج كويسه جدا وفي قاعده مميزه جدا لكن في وسط ده قانون الرياضه الجديد بقى قصه القرار الوزاري والامور اللي كنا بنشوفها الفتره اللي فاتت هل برضو الامور دي اتحلت في السفريات في الفترات الاخيره؟ الحاجات دي موجوده زي ما هي على فكره القرار الوزاري اي قرار وزاري بيطلع لاي نادي او اي اتحاد حضرتك بيجي الورق للجنه الاولمبيه المصريه بتدي الموافقة الفنية ثم بيروح للوزارة بتدي الموافقة المالية وإصدار القرار موضوع يعني ما اختلفش كتير الحقيقة خالص زي ما هو اختصاصات كل واحد موجودة فالدنيا بسيطة جدا
ونادرا نادرا ما اللجنه الاولمبيه المصريه بترفض قرار اتحاد او قرار نادي بالسفر لاحتكاك او لبطوله معينه او يعني نادرا الحقيقه. وهو مش معرض الحديث، ولكن يعني اتحاد المصارعه فترة فاتت عليه كلام كتير جدا على طرده لبعض اللاعبين والمواهب. بتشوف الامر ده ازاي في اللجنه الاولمبيه؟ لا انا بشوفه الحقيقه بطريقه مختلفه. الاول طبعا مش عارف حضرتك تعرف ولا لا، انما نتمنى الشفاء للعميد عصام نوار رئيس اتحاد المصري للمصارعه. لسه عامل عمليه، عمل حادثه بالعربيه الحقيقه قبل العيد، وكنت عنده الحقيقه امبارح. الراجل بيتعافى ان شاء الله يقوم بالسلامه. اتحاد المصارعه يمكن مصارعه من الالعاب اللي بتتهم ان اللعيبه بتاعتها بتهرب. تمام، ده ليه كذا سبب الحقيقه. انما انا مع فلسفه ان اللي عايز يسيب ويمشي ويطلع لبره، اللوائح الدوليه بتسمح بالكلام ده. ومصر مش هتقف على واحد لما يحصل ايه. لا احنا كلنا لو اي حد مش عايز مع الف سلامه يتشرف انه يلعب منتخب مع الف سلامة. سلامه. لكن لما يبقى الوضع ان اللعيب بيحصل عليه ضغوط ويمشي، لا ما نقولوش بقى مع الف سلامه. انا بقى بقول لحضرتك هي الضغوط هي ايه. اللاعب المفروض ان الاتحاد يوفر له جميع الامكانيات المتاحه خلاص عشان يوصل للعالمين. في بعض اللاعيبه بيبقى شايف ان قرينه في دوله ثانيه بيتصرف عليه اكتر او بيتعامل معاه اكتر. فده منوط للاتحاد ان هو يوفر المناخ الكويس ان هو اللعيب ده يبقى بطل، وكلنا عايزينه يبقى بطل الحقيقه. مظبوط. انما لو لعيب شاف ان امكانيات بلده دي مش كفايه، مش عاجباه، فانا عشان كده همشي، مع الف سلامه الحقيقه. لو عندنا المصارعه بقى الكام حاله اللي حصلت في الفتره الاخرانيه ما يفهمش غلط يعني. الكلام حضرتك واضح، ولكن لو احنا عندنا لاعب يستحق انك تصرف عليه اكتر وتدي له اكتر اكيد بيتعمل ده. طبعا بس هو كابتن كرم جابر صرف عليه من الدوله قد ايه؟ وصل لميداليتين اولمبيتين في لعبه المصارعه، اللاعب الوحيد في مصر اللي جاب ميداليتين اولمبيتين بعد فريد سميكا من اول ميداليتين في الغطس في زمان خالص حقيقه. تمام، فانما للامانه الناس بتبص على حاجه مختلفه. الاتحاد هو المنوط بالجزء الفني. فالاتحاد لو قرر ان انا هطلع مثلا بطوله البحر الابيض او الاولمبياد او وات ايفر، وهعمل تصفيه بين اللعيبه خلاص عشان اختار الافضل، طب ما واحد هيكسب والتاني هيخسر. اللي هيخسر هيجي يقول لك انا الافضل. لا يا حبيبي، احنا عملنا حطينا كرايتيريا، الكرايتيريا اهي سعادتك الملعب هو الفيصل. بالزبط. فاللي حصل في المصارعه ان اللاعب اللي هو البطل اللي مثل مصر في اولمبياد ريو دي جانيرو والبطل السابق صفى مع اللاعب الناشئ الجديد اللي طالع وخسر. فبالتالي اتحاد اللعبه شايف ان اللاعب الناشئ هو اللي اولى بالفرصه دلوقتي. وده الحقيقه احنا دعمناه كلجنه اولمبيه، قلنا الكلام ده مظبوط مفيش مشكله. انتوا حطيتوا كرايتيريا مشيتوا عليها، اتغلب اللعيب احنا وسهل. اللعيب مش هيفضل قاعد كابس على انفاس اللي تحتيه، ما دام اللي تحتيه تفوق عليه ياخد فرصته. مظبوط. انت بقى اجتهد وابذل مجهود واكسب وارجع تاني. احنا ليه لحاله لغط الفيسبوك؟ يعني نزيل نفسنا للفيسبوك والتوك شو والاجواء والدنيا، ويبقى في ضجيج كبير جدا جدا مع الواضح. لو طلعنا اتكلمنا في شويه حاجات بهذا الشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه الامور تتحل وتبقى واضحه تماما. الامور بسيطه، وعلى فكره الجزء الفني حتى اكيد هيفي اختلافات. حضرتك في الكوره مش بتقول انا شايف ان رمضان صبحي احسن واحد، حضرتك شايف ان مروان محسن مش عارف مين شايف زي البساط ما بيكذبش. الملعب ما بيكذبش، وغير كده كمان انا من حقي خلاص كمدير فني او كاتحاد ان انا اغلط. ان انا اقول لا انا شايف ان وجهه النظر دي تطبق، وبعدين اقول لا ما حققتش نتيجه. طيب ماشي، يبقى راي الجمهور كان صح، ممكن يكون كان صح الحقيقه خلاص. انما انا من حق انا الجمعيه العموميه اختارتني عشان ادير اللعبه، اخترت هذا المدرب. قد تكون انت شايف ان في مدرب تاني احسن، بس انا شايف ان ده احسن واحد. تمام، اشتغل حقق نتيجه الناس يقولوا عليا عظيم، ما حققش نتيجه الناس يقولوا عليا غلط. خلاص المره اللي جايه ما يختارونيش لو انا كل اختياراتي تبقى خاطئه. مظبوط. تمام، انما لازم الحساب يكون واضح. وده على فكره اللي الدكتور اشرف صبحي بيحاول يعمله دلوقتي. خلاص هو بعت لنا برده جواب اللجنه الاولمبيه، عايزين نحط معايير واضحه. يعني احنا دلوقتي برده الدنيا ماشيه حلو. العنوان اصل معايير واضحه طبعا عشان تبقى الدنيا معايير واضحه. ليه؟ هقول لحضرتك حتى الدعم اللي بيجي للاتحادات جاي انا شايفه جاي بدون معايير واضحه. انا باخد 637000 جنيه كل 6 شهور، وسعادتك بتاخد 842. طب ليه انت 842 وانا 600؟ والله الله اعلم، هي مشيت في السنين كده وصلت لكده. بالظبط، ما تمشيش كده الحقيقه. هي المفروض تبقى واضحه، انا عندي كام لاعب، ايه المطلوب، لعبتي بتتكلف قد ايه، ايه اللي هحققه. خلاص يعني انجلترا عامله سيستم جميل جدا خلاص، ووصل دلوقتي لتاني اولمبياد
الاتحاد بيحاسب، بيحاسب بمعنى ايه حضرتك؟ انت حققت النتائج، خدت القيمه اللي احنا قلنا عليها، ما حققتش النتائج السنه دي ما خدتش. ارجع بقى تاني اوصل ليه الليمت ثم بس الموضوع مش بس تحقيق ميداليات، الموضوع الحقيقه مش بس تحقيق ميداليات. لو الموضوع بس تحقيق ميداليات فما في العاب الريشه الطايره، الريشه الطايره طموحه انه يكسب افريقيا، ما هو لازم يكسب افريقيا الاول وبعدين طبعا يعمل طموح اعلى شويه طبعا، وبعدين اعلى شويه واعلى شويه. انما اجي اقول دلوقتي انت مش هتكسب الاولمبياد، فما مستحيل يكسب الاولمبياد دلوقتي، فما عندنا العاب كتير، ما فيش، ما تقدرش، الموضوع بياخد وقت. انما طول ما انا بتقدم المفروض ان الدوله تساندني واللجنه الاولمبيه تساندني والوزاره، كل الناس تساند. لو انا بقى ما بتقدمش خلاص، انا هدي حضرتك مثال تاني تمام، بنيجي بعد كل اولمبياد في تقييم، لا 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 مش في تقييم ساعات نتشتم خلاص ويتقال ايه ده الاتحاد البارالمبي افضل منك. اقول له باماره ايه الاتحاد البارالمبي؟ البارالمبي بيجيب ميداليات طبعا، بيجيب ميداليات وفي ابطال لو حاجه كويسه على فوق. لكن انما لكن لما اجي اقيم حد ذاتها مش مظبوط، انما لما اجي اقيم اولا هي طبعا مقارنه مش طبعاً. انما نيجي نبص نقول والله اللجنه الاولمبيه احنا حققنا الاولمبيات اللي فاتت ميداليتين واللي قبليها واحده ودلوقتي حققنا ثلاثه، يبقى في تصاعد. البارالمبي مثلا يعني او اي حاجه ثانيه حققت 20 وبعدين دلوقتي حققت 10 وبعدين هتحقق 5، يبقى في داون هيل زي الكاراتيه مثلا. الكاراتيه احنا ابطال العالم، معروف ان احنا ابطال العالم. إن لو حضرتك بصيت على مؤشر بطولات العالم دلوقتي النتائج شكلها ايه، هتلاقي ان لازم ده ناقوس خطر، الميزات بتقل. المصارعه نفس الشيء، المصارعه احنا ابطال جميل، انما الميداليات في بطولات العالم بنخرج منين دلوقتي؟ بنخرج من دور ال 16 خلاص. مؤشرات خطيره، فدي مؤشر، ده مؤشر كل الاتحاد لازم يشتغل عليها عشان يشوف هو نازل ليه ويطلع تاني. في لعيبه بقى ما بتاخدش حاجه، انما انا بعلى دلوقتي نتائجي اكتر، الرانك بيعلى بتاع اللعيبه، ده مؤشر، ده لازم ازقه. اللعيبه قد ايه؟ لو لقيت ان في اتحاد عدد الممارسين فيه بيقل، ده مؤشر فظيع الحقيقه. خلاص، لان من اولويات الاتحاد انك انت بتنشر لعبه، انت بتزود يعني الناس، بعيدا عن الجزء التنافسي اللي هي تنميه قاعده الممارسه بما فيها تنميه القاعده عشان يبقى عندي قاعده تنافسيه. طبعا كل ما هتكبر القاعده بالظبط كل ما هتقدر تديك ابطال اكتر الحقيقه. يعني وزاره الشباب والرياضه خليها طفره في حته ملاعب خماسي وكره القدم، لكن بقيه الالعاب يعني هل من الممكن ان في اماكن معينه ومحافظات معينه يبقى في برضه البساط؟ اصل صاله مش هتاخد مساحه كبيره جدا، يبقى في بعض الالعاب الفرديه، هل ده ممكن نشوفه الفتره طبعا الجايه؟ طبعا، وعلى فكره ده الدور الاكبر فيه لوزاره الشباب والرياضه، وزارة الشباب والرياضة طبعا الملاعب. طبعا، وبالعكس وبتطلب منا الدعم الفني وما بتاخرش عليها. لما يعملوا مشروع يبقى فيه ترابيزات بينج بونج في كل مراكز الشباب وفي المساحات الفاضيه وفي الجناين والكلام ده كله، دي حاجه جميله، حاجه هايله، حاجه يعني هتسعدنا جميعا الحقيقه. خلاص، احنا منوطين برياضه البطوله، اللجنه الاولمبيه منوطه برياضه البطوله، دورة الألعاب الأولمبية هنعمل إيه؟ دورة الألعاب الإفريقية هنعمل إيه؟ دورة الألعاب الإفريقية للشباب إحنا جبنا الضعف في عدد الميداليات اللي جبناها في الدورة اللي قبليها اللي كسبناها طلعنا الأول. ده رقم مش هيتحقق تاني، على فكرة مش هيتحقق تاني. هتيجي تقول لنا الدورة اللي بعديها ما جبتوش ليه؟ هقول لك أسباب، إنما مستحيل تتحقق تاني. إن مصر تجيب 200 ميدالية قد كل الدول التانية مجمعة على بعضيها، ده زي أمريكا كده في الأولمبيات خلاص، زمان كانت بتحقق نسبه ميداليات عاليه جدا. فاحنا في افريقيا احنا نفس كده. الوقت مع حضرتك بيخلص سريعا، لكن اخيرا لو في معلومه او اخبار عن اتحاد الخماسي ما اتكلمناش عليه بشكل كبير. اتحاد الخماسي الحديث ماشي بشكل جيد جدا، لا يوجد فيه اي خلافات على الاطلاق، وعلى فكره الاستقرار ده حاجه مهمه جدا 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 لاي لعبه للتقدم. الاتحاد الخماسي الحديث حاليا منتخبه الكبير في بطوله العالم في المكسيك، مكون من اسلام حامد واحمد اشرف وشريف ياسر. مصر هي حامل اللقب السنه اللي فاتت في بطوله العالم 2017، وحامل لقب الفرق كمان في موسكو 2016 قبل الاولمبياد باربع اشهر. ده بالنسبه للخماسي، فنتمنى لهم التوفيق في المكسيك. الفريق طالع من ايطاليا من معسكر مرتفعات في ايطاليا 2100 متر فوق سطح البحر، لان المكسيك مرتفعات، المكسيك اوريدي 2000 متر او اكثر فوق سطح البحر، فاحنا ماشيين بطريقه علميه ممنهجة، نتمنى لهم التوفيق. إنما في الآخر برضه رياضة، لو ما كسبناش ده وضع طبيعي، ما فيهوش مشكلة، إحنا أخدنا أول سنتين ورا بعض، لو المرة دي بس نتمنى إحنا نوصل للميداليات إن شاء الله. أما منتخب الشباب بتاعنا وده اللي إحنا ماشيين فيه قوي جدا، إحنا لأول مرة في تاريخ رياضة الخماسي الحديث بطولة العالم للشباب تحت 18 سنة المؤهلة للأولمبياد
مصر تاخد اول ثاني ثالث، يعني البوديوم كله الدوله المنظمه البرتغال ما كانتش مصدقه، والاتحاد الدولي مش عارف يعمل ايه، مش عارف يجيب ثلاث اعلام لمصر، عنده علم لكل دوله انما يجيب ثلاث اعلام عشان يحطون عشان اول ثاني ثالث مصر، دي عمرها ما حصلت. وفي الاخر الاولمبياد بيلعبها واحد فقط لا غير، احمد اسامه الجندي هو ممثل مصر الاولمبياد القادمه اولمبياد الارجنتين، هو المصنف الاول عالميا تمام، وفاجئنا من شهرين كمان لعبنا بيه او ادينا له فرصه لعب في بطوله العالم للناشئين تحت 21 سنه الاكبر منه 3 سنين واحرز الذهبيه برضه، فان شاء الله ربنا يكرمه في الاولمبياد القادمه ويجيب الذهب باذن الله لمصر. اما في البنات فهيمثلنا سلمى ايمن عبد المقصود، سلمى احرزت المركز الرابع في بطوله العالم، انما ان شاء الله احنا اجتهدنا واشتغلنا عشان نوصل في الميداليات ان شاء الله في الارجنتين، نتمنى ميداليتين لمصر باذن الله، وده هتبقى اول مره الخماسي الحديث يحقق ميداليه لو تحققت ان شاء الله في الارجنتين. مجهود كبير وبالتوفيق المهندس سيف العريان، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. شكرا 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 يا باشمهندس. شكرا. كانت فقره مهمه جدا واتكلمنا فيها بشكل كبير جدا، وشفنا الاستعداد، شفنا حاله اللغط اللي موجوده، وشرح لنا المهندس شريف العريان واتكلم وقال ان الفتره الجايه برضه هتبقى في تعديلات، والراجل وضح بشكل كبير جدا ان مفيش حقوق انتقصت من وزاره الشباب والرياضه، او ان المهندس خالد عبد العزيز ادى المهام بتاعه الوزاره زي ما بتردد للجنه الاولمبيه، او ان الدكتور اشرف صبحي عايز يرجع المهام دي تاني، فدي امور كلها فقط للاحاديث وملء الفراغ، لكن على ارض الواقع الدنيا ماشيه بشكل كويس. اكيد لسه عندنا فقرات في الاهلي الليله، واكيد لسه عندنا فقرات، ولكن الفقره الجايه هي فقره مهمه جدا، قانون او لائحه او مشروع لائحه النادي الاهلي. كل يوم في فقره مهمه جدا مع الاعلامي الخطير الاستاذ شريف فؤاد، هيكون في فقرتين، نبدا الفقره الاولى بعد الفاصل مع معالي المستشار جمال الحاوي واللواء جمال مرسي، اما الفقره الثانيه هتكون مع الاستاذ جوهر نبيل او كابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، تابعونا ان شاء الله بعد الفاصل والاستاذ شريف فؤاد.